جدد مواطنون قطريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفضهم لقانون الانتخابات التمييزي الذي يحرم شريحة واسعة من المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدين أن المجلس الجديد ولادة للعنصرية والتفرقة. بعد أن أغلق الإعلام القطري الباب في وجوه القطريين المسلوبة حقوقهم، لجأ القطريون للتعبير عن آرائهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استطاعت أن تنقل الصورة الكاملة والحقيقية للانتهاكات الجسيمة بحق شريحة واسعة من المواطنين، وذلك بعد إقصائهم وحرمانهم من المشاركة الشعبية في أول انتخابات تجريها البلاد. حياة مواقف، لذلك أعلن رفضي التام لهذا المجلس القبلي وقانون المطاطي اللي جعل منا عيال بطن وعيال ظهر، اللي جردنا من كرامتنا ومن مواطنتنا. شيء أنا ما أرضى فيه أنا كمواطن في وطني، يعني أنا ما أقدر أتكلم أكثر من كذا. أنا ما عندي يعني ثقافة سياسية أو شيء، أو في الدستور الدكتوري أو شيء، لكن الواضح والأكيد أن هذا شيء خالف الدستور. هذا كلها يعني من اللجنة القائمة على مجلس الشورى. ما تحسبوننا، أتظنون أننا سنعيش في هذه الأرض كالأنعام، نأكل ونشرب وننام؟ لا والله، لا أقبلها على نفسي وعلى ولدي وأهل بيتي أن يكون أمري في يدي غيري. إذا أصبحنا مماليك، لكم تفعلون بنا ما تشاءون. ولادة العنصرية، ولادة البغضاء، ولادة هذا المجلس، ولادة القبلية، ولادة إعادة تدوير الوزراء الحرمية وأذناب الحكومة، يعني كلها، يعني وش اللي صار؟ ما في شيء جديد. ودخلت قيد الناخب وقبلت، ودخلت قيد المترشح وقبلت، وكنت مستوي فيها كل الشروط. وفيه ناس لم يقبل ترشحهم، وفيه ناس يحبون يطعنون في الأسماء اللي طلعت، مثل مباركة ولا فلان ولا سين ولا سين، في أي دائرة من الدوائر كما هو متبع في قوانين الانتخابات. لكن مباركة لم يجيها طعن، وليس لديها تظلم لأن اسمها موجود، وما جاها أي إقرار ولا إخطار بأن هناك أي مشكلة تجاه وجود اسم مبارك. لكن أني أنا تغلق اللجنة اللي تنظر في التظلمات واللي تنظر في الطعن، ولا أبلغ حتى أمارس حقي في الدفاع عن نفسي خلال هذه اللجنة، ثم أتفاجأ بسقوط اسمي، ولما يسقط اسمي يكون مالي حق ولا عندي أي قناة أدافع عن نفسي. وين القوانين؟ وين الإجراءات؟ إحنا يطلع عندنا واحد يقول قصيدة، ثاني يوم مغير يقول تغريدة، ومنهم أخوي نفس الشيء. رغم ما يشوب هذه الانتخابات بقانونها ومجلسها من شكوك دولية بمدى نزاهتها وسلامتها من الناحية القانونية والدستورية، إلا أن الأصوات الرافضة تؤكد ما توصلت إليه التقارير الحقوقية من حقائق تدين السلطات القطرية. فظل قانون الانتخابات القطري التمييزي
العنوان الأبرز في تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وإلى جانبها أعرق الوكالات الإعلامية التي فردت مساحات لتناول هذه القضية الإنسانية في الوقت الذي تجاهلت وبشكل واضح مؤسسات الإعلام القطري الحكومي والمتمثلة بشبكة قناة الجزيرة، لتكتمل سلسلة الخناق والحصار على أفواه الشعب المتعطش للحرية والمساواة، والتي غابت رغم الوعود العليا.